افتتحت منصة يوتيوب أول يوتيوب سبيس لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دبي للاستوديوهات، وتعد المساحة الإبداعية العاشرة من نوعها على مستوى العالم، مخصصة بشكل حصري لمنشئي المحتوى على منصة يوتيوب، وسيحظون بفرصة استخدام أجهزة الصوت والإضاءة والمونتاج بشكل مجاني. نتابع. Bring it. من دبي، يوتيوب تطلق أول مساحة إبداعية لها في المنطقة العربية. المنصة والتي افتتحت في مدينة دبي للاستوديوهات انضمت إلى قائمة 9 مدن فقط حول العالم تستضيف هذه المساحة الإبداعية الداعمة لصناع المحتوى. 3 2 1 اكشن. إذا كان لديك أكثر من 10,000 متابع على قناتك في يوتيوب، يمكنك الآن أن تبث مباشرة المحتوى الخاص بك هنا في يوتيوب سبيس دبي، كما يمكنك أيضا أن تنتج القصص التي تريدها. وتعنى المساحة الجديدة التي تم إطلاقها بالشراكة مع مدينة دبي للاستوديوهات بدعم صناع المحتوى عبر توفير أحدث أجهزة الإنتاج، وهي مخصصة بشكل حصري لمنشئي المحتوى على منصة يوتيوب، والذين سيكون بإمكانهم استخدام تجهيزات الإنتاج المتطورة التي توفرها المساحة. يوتيوب سبيس دبي فتح هذا الأسبوع، وهو عبارة عن استوديوهات اللي اليوتيوبرز فيهم يجوا ويصوروا فيديوهات فيه. السبيس هو بيكون 10 سبيس بينفتح، وأول واحد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما وتشمل أجهزة الصوت والإضاءة والمونتاج بشكل مجاني، بالإضافة إلى الاستفادة من برامج التدريب وورش العمل المستمرة الهادفة للارتقاء بقدرات صناع المحتوى. ويتزامن هذا الإعلان مع تنامي حجم المحتوى العربي على منصة يوتيوب، حيث ستساعد مساحة يوتيوب منشئي المحتوى في تقديم إنتاجهم وتشجيعهم على تجربة أنماط وأفكار مختلفة في الإنتاج في مجال أصبح من أهم مجالات التعبير والاتصال في العصر الحديث.